أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. أعلنت غرفة تجارة بغداد عن توقيع العراق مذكرات تفاهم مع السعودية لتشجيع الاستثمار بين البلدين، وأضافت الغرفة أن مذكرة التفاهم الموقعة تقضي بدعم التجار وتشجيع التجارة البينية بين البلدين وتأسيس الشركات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين ودعم المشاريع فيهما، وحث سلطتي البلدين على تسهيل الحصول على التأشيرات لرجال الأعمال. طلب مصرف الرافدين المقترضين بتسديد أقساط قروض السيارات لدى فروع المصرف، وقال المصرف إن على العملاء المستفيدين من الخدمات المصرفية الخاصة بقروض السيارات الالتزام بتسديد دفعات الأقساط الشهرية. وأكد المصرف أنه لم يخول أي شركة متعاقد معها لبيع السيارات بالأقساط وتقاضي الأقساط، ودعا المصرف المقترضين إلى الإسراع بتسديد ما بذمتهم من أقساط تلك السيارات لتفادي الملاحقات القانونية بحقهم. قالت وزارة الكهرباء في العراق إنها أعادت التيار الكهربائي لمناطق غرب محافظة الأنبار بعد انقطاع دام 3 سنوات. أضافت الوزارة أن محطة القائم التحويلية في محافظة الأنبار، والتي من المتوقع أن تدخل التشغيل التجريبي اليوم، قالت إنها ستحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها المحافظة على مدار 3 سنوات الماضية. يذكر أن المحطة المذكورة قد دمرت أثناء العمليات العسكرية في المحافظة قبل 3 سنوات. أعلنت هيئة الجمارك في العراق ضبط 34 ألف لتر من المواد الكيميائية الخطيرة في جمرك محطة بوابة البصرة. وقالت الهيئة إن السلطات الجمركية في مركز جمرك بوابة البصرة ضبطت حاويتين تحتوي كل حاوية منهما على 850 برميل سعة 20 لتر بإجمالي حمولة 34 ألف لتر من هذه المواد الخطيرة. وأضافت الهيئة أن الحاويتين متروكتان في ساحات الميناء منذ فترة طويلة بغية تهريبهما، ولم يثبت عليهما بلد المنشأ ولا تاريخ الصلاحية، فضلا على أنهما تحتاجان إلى موافقات خاصة لأنهما من المواد الخطيرة جدا. قالت هيئة الاستثمار في محافظة البصرة إنها تبحث إنشاء معمل لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية. وأضافت الهيئة أنها في طور تباحث مع شركة سويسرية لتنفيذ مشروع تحويل النفايات في المحافظة إلى كهرباء بقيمة إجمالية قدرها 70 مليون يورو. وكانت أنباء تتحدث عن أن شركة جينسيس السويسرية قدمت عرضا لإقامة معمل لتحويل النفايات الصلبة والعضوية إلى طاقة كهربائية. يذكر أن المجالس المتعاقبة للمحافظة فشلت في حل أزمة النفايات منذ عام 2012، ما فاقم الوضع في ظل إنتاج المحافظة يوميا 1500 طن من النفايات. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
ختام التقرير الاقتصادي، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.